احنا قلنا الكتلة اولاد من شوية دلوقتي يعني كتلة الدولاب اللي هو الثقل او الوزن. يبقى عايزين نعرف برضو تعريف الكتلة. يعني ايه كتلة؟ دلوقتي الباب بتاع الأوضة ده انت تقدر تشيله لوحدك؟ هتقولي لا طبعا ده ليه؟ فانت تقول لي ده مستر ده تقيل، ايه اللي خلاه تقيل؟ هتقول لي ايه؟ ايه اللي خلاه تقيل؟ هتقول لي انه كبير. لا، اللي خلاه تقيل ان هو مصنوع من مادة الايه؟ الخشب، صح ولا لا؟ يبقى مادة الخشب هي اللي اديت له تقل. هو ده معنى كلمة الكتلة. يبقى الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم. تاني، مقدار ما يحتويه الجسم. الجسم زي ايه؟ زي الباب، الشباك، الكرسي، الترابيزة، القلم، الكتاب. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. تعريف الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. تعريف الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. تعريف الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. تعريف الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة.